أهم فيتامين للصحة بشكل عام، لصحة مثلا الجسم بشكل عام والصحة العامة والطاقة وغيرها، كله دائما نسمع عن فيتامين دي، هو أهم فيتامين. طبعا ما أكلمكم عن فائدته للبشرة والشعر، دراسات كثيرة أشارت إن لما تحسن الفيتامين دال يتحسن معاه مرض الصدفية، لما يتحسن فيتامين دال يقل فرص تعرض الجسم والجلد للسرطان، لما يتحسن فيتامين دال يتحسن مرض الإكزيما. في أطفال كثيرة فيهم إكزيما نعطيهم علاجات، إذا ما تحسن نسوي لهم فيتامين دي إذا أو فيتامين دال، إذا عند شفنا عندهم ناقص وعوضناه تتحسن الإكزيما بروحه حتى بدون علاج. في طبعا الأظافر ما تصير قوية إلا فيتامين دي يتحسن، الشعر ما يتحسن إلا حسننا معاه فيتامين دي، جدا جدا مهم. طبعا مو أقول لكم وسوس وروح وسوي الحين فيتامين دي، لكن إذا سويتوا أي فحص بشكل عام، حتى لو فيك مثلا حرارة وسويتها مثلا بمستشفى سووا لك فحص دم خذوا منك دم، دز معه فيتامين دي ممكن يطلع ناقص عوضة. فخلوا الفيتامين دي كل فرصة حاشتكم، مثلا سووا فحص دم سووا فيتامين دي وعدلوا، ممكن تتعدل أمراض كثيرة بالبشرة والشعر بسبب تعديل فيتامين دي. مساكم الله بالخير. تشوفون هذا موقع الأكاديمية الأمريكية American Academy of Dermatology، هذا يعتبر أفضل موقع وأقوى موقع معروف عند الأطباء للدراسات المحكمة في عالم الجلد والتجميل. طبعا شوف ايش كثر متكلم هذا الموقع عن دراسات الفيتامين دي للبشره والشعر والامراض الجلديه والصدفيه والاكزيما وغيرها. فمستحيل مستحيل الشخص يغفل عن فوائد الفيتامين دي وتحليل فيتامين دي للبشره والشعر. مهم جدا ان يعني يتسوى له تحليل ويتعدل الفيتامين دي. في دراسات كثيره متفاوته بالقوه كلها تشير الى فوائد الفيتامين دي للبشره والشعر.